التي كانت موجودة في هذه السياقات. وأيضا أنا هنا أتحدث بصورة عامة، في كل مدن الخليج كانت هناك مباني ومساكن من أجمل ما يمكن، وبها اللغة المعمارية التقليدية الوطنية التي أنتجت من التفاعل التجاري الذي كان يحدث أيام صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ مع إيران ومع الهند ومع زنزبار ومع اليمن، اللي جعلت كل مدن الخليج تقريبا في رأيي تشهد ما يمكن أن نسميه الموجات الأولى للعولمة، وليس فقط العولمة بالمفهوم المعاصر الذي نتحدث عنه. ولكن قسوة الحقيقة كما ذكرت لحضراتكم أنه أصبح هناك إحساس جمعي بأن هذه الفصول القديمة من حياتنا لا يجب أن تبقى، وأصبح البلدوزر هو الحل. وأنا دائما أحذر، وأيضا يعني أستدعي هذا التحذير وأرسله إلى أصدقائي في مصر، أننا نؤجل دائما دور البلدوزر، لأن ما يزال لا يمكن بناءه مرة أخرى، ولو بني مرة أخرى هو يبنى بصورة مزيفة ونفقد هذا الأصل. حتى على مستوى التفاصيل البسيطة، فقد الكثير من القيم التشكيلية والقيم الحرفية في سياق المناطق القديمة. الأهم أيضا في رأيي أن هناك سياقات حياتية، أنا لا أتحدث هنا فقط عن الجماد، لا أتحدث عن شكل نافذة أو شكل باب أو شكل زخارف، لكني أيضا أقول أو أدعي أن المدن القديمة في كل الشرق الأوسط وفي كل العالم أحيانا تتوافر بها أنساق حياتية متميزة ومتمايزة، وبالتالي أيضا يجب أن نتعلم من هذه الأنساق إذا كنا نريد إفراز نفس المستوى من الفضاءات المفعمة بالحياة. والإحساس المقياسي الإنساني الذي به أيضا أطروحات بصرية بديعة زي حالة وجود المئذنة هنا كنوع من أنواع العلامات المميزة لهذا الدعوس أو هذا الشارع البسيط اللي شارع كله بيعتمد على المشاة ولا يعتمد على السيارة. إذن للأسف الحالة التي كنا وصلنا إليها أن هذا القلب القديم للمدينة الذي كان قلب مفعم بالحياة، قلب قريب من الـ من الـ من 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 الشاطئ أو منطقة السيف اللي بترجع منها السفن الصيد بعد غياب مطول وتلتقي العائلات، ثم تنتقل إلى السوق، ثم تنتقل إلى بيوتها وتحدث العديد من الاحتفالات والتفاعلات الإنسانية، هجر كل هذا المكان وتحول إلى مكان متداعي ومهجور. الفيصل في رأيي، نقطة التحول في رأيي كانت سنة 2010 في رأيي، سنة مهمة جداً، وهي السنة التي حصلت فيها قطر على استضافة كأس العالم. ومن قبل الاستضافة أصبح هناك تساؤل عام، تساؤل معرفي، تساؤل هوياتي، تساؤل ذاتي، تساؤل مجتمعي، عن فكرة هل نستمر مقلدين؟ هل ستستمر المدن الخليجية مدن مقلدة؟ وبصفة خاصة هل ستصبح الدوحة هي نسخة من دبي، والتي هي دبي نفسها نسخة من مدن أخرى، أم أننا يجب أن نصيغ أطروحات جديدة؟ وأنا الحقيقة كتبت بصورة مكثفة عن مدينة الدوحة، وأستطيع أن أقول لحضراتكم أن هذه النقلة النوعية، هذا التحول، ارتكز على قضيتين أو محورين أساسيين. الأول هو الانتباه إلى الانتقال إلى عصر المعرفة، والابتعاد عن الإحساس أن البترول والغاز سيستمر للأبد عمود فقري للقاعدة الاقتصادية. الاقتصاد المعرفي يعني أنك تتوجه إلى تنمية عمرانية ترتكز على المعرفة، فلا تهتم بناطحات السحاب مرة أخرى، ولكنك تتوجه إلى المتاحف، إلى المراكز البحثية، إلى الجامعات، إلى المؤسسات التي يمكن أن تستقطب العقول المعرفية. من جهة أخرى أو التوجه الآخر هو كيف تتوازن توازن حقيقي
بين الأصيل الذي تمتلكه وبين تطلعاتك العالمية والحداثية، وكيف تغفر لنفسك إهمالك لفصول من تاريخك القديم وتعيد التأمل فيها وتعيد الاستفادة منها وتربطها مع أطروحاتك العالمية بحيث تحقق مزيج مختلف يعطي لمدينتك ويعطي لمكانك شخصية أخرى. خليني أحكي لحضراتكم قصة طريفة قبل ما أنتقل إلى قلب المدينة، قلب الدوحة. أنا سمعت هذه القصة اللي أحكيها لحضراتكم دلوقتي تقريبا من معظم الناس اللي زارت الدوحة سواء للعمل أو لمؤتمر أو لمهمة أو لخلافه، وأنا نفسي تعرضت لنفس هذه التجربة عندما حضرت للدوحة في المرة الأولى. حضرت وذهبت من المطار إلى الفندق، ثم زي أي واحد بيبقى متطلع وبالذات إحنا كمعماريين وعمرانيين متطلعين إلى أن إحنا نستكشف المدينة، فأنا أخذت تاكسي من الفندق وقلت له أنا عايزك توديني مركز المدينة، وطبعا لأن معظم السائقين يعني بيتحدثوا اللغة الإنجليزية، فأنا قلت له من فضلك أنا عايز أروح السيتي سنتر، دوحة سيتي سنتر، مركز مدينة الدوحة. هذا هو المشهد الذي توقف أمامه التاكسي، وأنا بقول لحضراتكم التجربة دي ليست تجربتي أنا لوحدي، دي تجربة عشرات إن لم يكن المئات اللي جم الدوحة من أول مثلاً 2004-2005 لغاية 2007-2008-2010، إن كان الإجابة أنك تجد نفسك أمام مول تجاري وسائق التاكسي اللطيف اللي بيحاول يساعدني جابني هنا، لأن الواقع إن المول ده اسمه سيتي سنتر. إذن المذهل إن حتى في وعي الناس سواء الناس المواطنين أو الناس العاملة في قطر والمقيمة في قطر لم يكن هناك مركز للمدينة. فكرة أن المدينة لها مركز، وخاصة كما شرحت لحضراتكم بسبب الامتداد الأفقي المبالغ فيه، فتتت المدينة ولم يصبح لها مركز، وخاصة أن المركز القديم تقريبا انتشل من ذاكرة الناس ومن وعي الناس. أنا أنتقل هنا إلى حالة مشيرب. مشيرب هي المركز القديم الجديد الذي سأحاول أن أتحدث عنه الآن، وأنا شرحت لحضراتكم لماذا هجر الناس هذا المركز، لكن أنا أيضا مهتم جدا بهذه الصورة لأنها توضح لحضراتكم أن واحد من النوايا المهمة جداً لهذا المشروع أن يقدم إجابة تختلف عن الإجابة الموجودة عن الضفة الأخرى من الخليج. هنا ضفة العولمة، هنا ضفة الاستسلام لنموذج التنمية الأيقونية، هنا الإجابة البديلة أو الطرح البديل. لكن لكي تتمكن من أن تقدم طرح بديل كان يجب أن يكون هناك رؤية، الرؤية كان لها علاقة بكيف ننتج عمارة جديدة أصيلة. مهم أوي التعبيرات اللي أنا بستخدمها دي لو تأذنوا لي حضراتكم، عمارة جديدة أصيلة، عمران جديد أصيل، فضاءات للإنسان، مشروع متكامل وليس تقسيم أراضي ينتج عمران مشرزم ومبعثر اللي بنشوفه في كل نسيج مدننا العربية الآن، أننا حولنا مدننا إلى مشروعات تقسيم أراضي، تفتيت لقطع من الأراضي وتعطى الأراضي لأشخاص أو لمستثمرين أو وكل يبني بطريقته وبأسلوبه وبتوقيته وبمواده وبمرجعيته التصميمية، أو يترك الأرض بدون بناء فنتحول إلى حالة من العمران المبعثر والمشرزم. إذن أنا أحكي لحضراتكم سردية، هذه السردية استمرت تقريبا لمدة عقد، من شهد الكثير من التغيرات والتحولات من سنة 2010 إلى 2020 عندما أصبحت المنطقة تقريبا تداعت تماما وهدم الكثير منها وأصبحت يعني في حالة يرثى لها، إلى الحالة الحالية التي أريد أن أفصل لحضراتكم
كيف تم الوصول إلى هذه الحالة؟ واحد من أهم العناصر في رأيي المؤثرة جدا في فهم قيمة هذا المشروع هي فكرة شمولية الارتقاء والتجديد العمراني، وأن القضية ليست قضية منهج الوجبات المتناثرة، منهج التعامل مع قطع متباعدة، أو منهج أن تستثمر قطعة أرض مع مستثمر وتستثمر في قطعة أرض أخرى مع مستثمر آخر. القضية هنا كانت هل من الممكن أن يتم تأجيل عملية التخطيط والتصميم والتركيز لمدة زمنية مهما طالت لإنتاج مجموعة من المعايير التصميمية والدلائل الإرشادية الحاكمة التي تضمن لنا أن عملية التجديد والارتقاء ستكون شاملة؟ بالفعل هذا ما حدث. أنا بعتقد أن قيمة مشروع مشيرب أنه من أوائل، إن لم يكن من المشروعات الوحيدة في العالم التي أجلت الإنتاج المرسوم لحساب الإنتاج البحثي. أن نبدأ برحلة بحثية، هذه الرحلة البحثية استمرت لقرابة 3 أعوام، وأنا بأكرر هذا الإطار الزمني، 3 أعوام جهد فريق بديع من الباحثين، من المفكرين، من أهل البلد، من المقيمين، من الخبراء المحليين، من الخبراء العرب، من الخبراء الأجانب، كل هؤلاء يعملون من أجل إنتاج صياغة وإنتاج دلائل مرجعية لعملية التنمية العمرانية. أنا بعتقد أن ده مهم جدا، ومهم جدا بالنسبة لحالة دولتنا الحبيبة مصر، لأن مصر فيها مشروعات الآن بها نفس التحدي. أما نتكلم على مشروع زي ماسبيرو، أما نتكلم على العاصمة جديدة، أما نتكلم على عالمين جديدة، أما نتكلم على كل نطاقات التنمية العمرانية الجديدة التي نقفز بها فيها سريعا إلى التصميم والتخطيط والبناء، ونفرح بسرعة البناء ولا نتساءل كيف تم التفكير في هذا البناء وما هي نتيجة هذه الرحلة للتصميم والبناء السريع. والواقع أن هذه الرحلة البحثية لإنتاج هذه المراجع والمعايير والدلائل الإرشادية تبلورت في صورة مراجع حقيقية. هذه المراجع مكتوبة ومرسومة وموثقة وعبرت عن هذه المرحلة. القضية الثانية المهمة جدا هي أن يستغل هؤلاء الخبراء طاقتهم لعمل تشخيص صادق. ما هي المشاكل الحقيقية في مدن الخليج؟ كيف نقيم الإشكاليات الحقيقية؟ والحقيقة أن واحد من أهم هذه الإشكاليات هي فكرة التناقض ما بين العمران الحالي المعاصر المبعثر الذي يعتمد على انتقالات لا نهائية بالسيارات، وما بين محاولة العودة إلى ما كنا عليه، إلى عمران أكثر تضامن، عمران أكثر تآلفاً، عمران أكثر اقتراباً مع مكوناته، إلى الدرجة التي تصبح السيارة أولوية ثانية. ثم القضية ليست فقط قضية عمرانية وتخطيطية، ولكنها أيضاً قضية معمارية. أنت عندما تنتج مشروع بهذا الحجم وتريد أن يكون هذا المشروع معبر عن عمارة جديدة أصيلة وعن عمران جديد وأصيل، يجب أن تستقر على مفردات اللغة، يجب أن تكون لغة، ويجب أن تنتج لغة. هنا أتوقف أمام هذا التعبير، لأن أحياناً يقال لنا أن اللغة ستكون مقيدة للإبداع. الواقع أنني هنا أستخدم فكرة اللغة بمعناها الحقيقي. لو تأملنا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية، أي لغة مكونة من مجموعة من الحروف ومجموعة من الكلمات، لكن ما هي قيمة نزار قباني؟ ما هي قيمة محمد المغوط؟ قيمتهم في الإبداع اللانهائي في تركيبات من نفس الحروف ومن نفس الكلمات
المتاحة للجميع. بنفس هذا المنطق بذل جهد كبير جدا لإنتاج لغة للعمارة القطرية الأصيلة المعاصرة الأصيلة الجديدة التي تأملت ماذا حدث في أجزاء قديمة من المدينة وبدأت تفكر في سياقات أو إنتاج معاصر لها. ما هي الملامح التي كانت موجودة التي يمكن أن نقدمها بصورة جديدة؟ وبحيث أن هذه المفردات وهذه الحروف وهذه الكلمات تصبح متاحة لكل المعماريين أيضا في صورة وثيقة موثقة ومكتوبة ومصورة ومرسومة وتتاح لكل المساهمين في هذا المشروع. وتنتقل أيضا إلى حالة من حالات الأنساق المختلفة، أنساق لها علاقة بالتركيب الكتلي، أنساق لها علاقة بمعالجة الأسطح، أنساق لها علاقة بالتكوينات التشكيلية، أنساق لها علاقة بمفاهيم الإيقاع، بمفاهيم الزخارف والتشكيل، أنساق لها علاقة بمفاهيم التضاد ما بين الضوء والنور، عناصر مهمة مثل حالة الأفنية الداخلية. ثم ننتقل إلى حالة الجمل التشكيلية، أن هناك جملة تقليدية مثل المباني التي تحيط بالفناء، وكيف يمكن أن تطور، كيف تقدم للمصممين وللعمرانيين جمل جديدة لكنها ترتكز على القاعدة النحوية القديمة في نفس هذه اللغة. ولذلك حضراتكم هتندهشوا عندما تعرفوا أن المشروع الذي سأوضح لحضراتكم تفاصيل زوم إن يعني لمكوناته الآن، اشترك في تصميمه معماري تخطيطيا وعمرانيا ومعماريا وتنسيق للحدائق وتصميم لأثاثات الحفاظات الخارجية وخلافه أكثر من 100 مخطط ومعماري ومصمم، 100 فوق 100 معماري وعمراني ومصمم. ومع ذلك سيدهش حضراتكم كيف اتسق هذا الإنتاج. أيضا في قضية مهمة جدا أريد أن أشرك حضراتكم فيها لها علاقة بالجهد الذي بذل في هذا المشروع، لها علاقة بكيف نقدم تفسير ناضج وعميق للتراث. بمعنى، وهذه المبادئ من المبادئ اللي أنا طرحتها والحقيقة يعني استقبلت بصورة محترمة جدا، واحد منها هو احترام كل وليس انتقاء فصول معينة من التاريخ، التاريخ المعبر عن ثقافة ونمو المدينة. أنا بتحفظ جدا على أننا نلجأ لحقبة معينة، مصر هي الفراعنة، مصر هي المماليك، مصر هي مصر، القطر هي قطر، السعودية هي السعودية، المغرب هي المغرب. كل فصل في تاريخ الدولة وتاريخ المدينة هو جزء من تراثها وجزء من عمق تاريخها. قضية ثانية مهمة، إذا كان هناك ملامح ومناطق ذات قيمة ما زالت موجودة في نسيج المكان، يجب أن نعدها إلى قيمتها ويجب أن نعدها إلى ما تستحقه. قضية أيضا مهمة هي كيف يتحول التراث إلى مصدر إلهام لتراث جديد. كل ما نبنيه اليوم يرتكز على القديم ولكنه يستطلع المستقبل ويستطلع الغد. ثم كيف يتحول التراث نفسه إلى محفز لخلق سردية جديدة ومختلفة ومتميزة لهذا المشروع. أيضا المشروع موجود كما شرحت لحضراتكم في نسيج المدينة المتضخمة، لكنه أيضا موقع حساس لأنه قريب من المتحف الإسلامي، قريب من المتحف الوطني الجديد، قريب من الميناء، واحد من الاستادات اللي تستقطب كأس العالم موجود هنا، قريب أيضا من الكورنيش وهو الواجهة المائية المهمة جدا لكل سكان المدينة. وكما شرحت لحضراتكم هو أيضا يحاول أن يقدم إجابة، هنا حالة المتحف الإسلامي من تصميم آي إم باي، هنا سوق واقف التاريخي، هنا مركز فنار الإسلامي، مجموعة الحدائق، حديقة البدع ومنطقة المركز الأعمال أو الخليج الغربي. وكما قلت لحضراتكم هنا تظهر
ثنائية التضاد ما بين ما حدث في العقد الأول من القرن 21 مقابل ما تحاول مشيرب أن تقدمه. المشروع أيضا أثناء إنتاجه تم التفكير فيه من منطلق أنه يجب أن يكون مشروع متعدد الاستعمالات. جزء كبير جدا من مشاكل المدينة العربية المعاصرة له علاقة بالخطأ التخطيطي الكبير الذي نستمر فيه حتى الآن، اللي هو فكرة المناطق، فكرة منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومنطقة. هذا التشرذم يؤدي إلى تحرك كبير جدا في المدينة، بعكس التوجه العالمي في كثير من الدول الأوروبية بالذات إلى ما يمكن أن نسميه المدن المتضامة، الذي يذهلنا دائما أن هذه هي الملامح الرئيسية لعمران مدن المجتمعات الإسلامية القديمة، ولكننا تراجعنا عنه. إذن المشروع هنا هو مشروع سكني، مشروع خدمي، مشروع ترفيهي، مشروع تجاري، مشروع حدائقي، ويضم كل هذه العناصر بصورة متداخلة. أيضا المشروع هو جزء من المخطط العام للمدينة، ويستفيد من التحولات التي تحدث في المدينة بسبب عصر ما بعد البطول، وخاصة التحول إلى فكرة التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام، اللي هو Transit Oriented Development. وجزء من انعكاس هذه الأفكار له علاقة بشبكة المترو رباعية الاتجاهات أو رباعية الخطوط التي أنشأت في مدينة الدوحة. وهنا على أطراف تم إعداد واحدة من أهم المحطات المترو لتكون على طرف المشروع، لا تخدم على المشروع وتخدم أيضا على جزء من منطقة سوق واقف. إذن هنا في مستوى من التكامل ما بين المشروع وما بين رؤية الكاملة للمدينة. وتظهر أمام حضراتكم الآن نسيج المشروع بصورة مكتملة مع الاستعمالات المختلفة له: مساحات السكنية، التسوق، الفنادق، التجارة، الترفيه وخلافه. مجموعات من المراحل بدأت بمباني الديوان والأرشيف القومي، منطقة صلاة العيد، واستمرت المراحل بصورة متتالية، كل منها من خلال فرق معمارية مختلفة وفرق مختلفة من المصممين يتحدثون مع بعض. لكن المهم أن جميعهم يرتكز على الدلائل الإرشادية التي أنتجت في الرحلة البحثية التي استمرت 3 سنوات، وأيضا اللغة المعمارية، الحروف والمفردات والتراكيب التي أنتجت في نفس الرحلة. وبالتالي عندما تنظر إلى نسيج المنطقة الجديدة يحدث نوع من أنواع الاختلاط الإيجابي في رأيي، الذي أسميه أنا محاولة لأن تتنبأ هل هذا قديم أم جديد، هل هذا أصيل أم حداثي. والواقع أن هذا هو مكان مقصود تماما. كيف ينتج نسيج يتمسك بتراثه، يتمسك بمرجعيته القديمة، لكن لا يمكن أن تقول أنه مجرد نقل ونسخ. وينعكس هذا عندما نقترب أكثر على هذا النسيج، محاور الحركة وصياغتها، فكرة الأفنية الداخلية بمنطلق حداثي جديد، وأيضا اللغة المعمارية الجديدة. دعوني أنتقل هنا إلى مجموعة أكثر من التفاصيل، وأبدأ بفكرة الشوارع والفضاءات. الشوارع والفضاءات العامة، ومن يعيش منكم أو من عاش في مدن الخليج يدرك أن فكرة الشارع والفضاء العام تقريبا غير موجودة. إحنا حياتنا كلها من السيارة إلى مقصد. أنا دايما بقول للناس إحنا بنتحرك من باب السيارة إلى باب المبنى. فقط عندما ظهر سوق واقف، كانت أول تجربة عندما تم ترميم السوق وتنميته وإعادة تأهيله، قدم السوق لنا تجربة المشي في المدينة أو المشي في أجزاء من المدينة. واستلهمت هذه الفكرة لتكون هي الفكرة المسيطرة على كل نسيج مشروع مشيرب. إذن هذا المشروع كله هو مشروع للمشاة. السيارات بتدخل في حالات محدودة جداً، وكل السيارات من أطراف المشروع تنطلق إلى
مساحات انتظار تحت الأرض. كل هذه الشبكة من الشوارع تتصل ببعضها البعض بصورة مشاه، ثم هناك اتصال رئيسي ما بين المشروع وما بين الجزء التراثي القديم وهو سوق واقف. هذه الصورة من النفق المؤدي من المشروع إلى سوق واقف اللي بيشكل نوع من أنواع البوابة من السوق إلى المشروع، ثم عندما تصعد السلالم تستقبل بهذه الطريقة فضاء عام على حواف ومجموعة من المقاهي ومجموعة من أماكن الجلوس وبعض النافورات المائية وتشكيل للفضاء العام اللي أمام حضراتكم. ننتقل هنا إلى بعض الفضاءات العامة المهمة اللي بتتنوع في الإحساس بها من الإحساس الروحاني مثل حالة منطقة صلاة العيد إلى حالة الفضاء الاجتماعي الذي يستقبل المجتمع في بعض احتفالاته وبعض المناسبات المهمة، إلى الفضاءات التي ممكن أن تسميها بعض الفضاءات الحميمية الأكثر اقتراباً من مناطق سكنية أو مناطق ترفيهية أو لها علاقة ببعض المساجد الموجودة في نسيج المنطقة. هذا هو الفضاء الرئيسي الذي يمكن في بعض الأوقات تغطيته للحفاظ على نسبة إظلال جيدة به، وهنا رؤية استخدام المكان والتفاعل ما بين مستويات مختلفة وأجيال مختلفة من سكان المدينة سواء المقيمين أو أهل الدوحة، واستقطاب المكان أيضا في حالة الفعاليات، كيف تحدث حالة انتماء ما بين الناس وما بين هذا الفضاء العام في فعاليات مختلفة. هنا كانت حالة مباريات كرة القدم في كأس آسيا، والناس كلها بتتفرج يعني يحدث نوع من أنواع التفاعل المجتمعي داخل هذه الفضاءات العامة. أكرر لحضراتكم أن كل هذه الأنساق أنساق جديدة غير مسبوقة في سياق المدن الخليجية، أن تصبح العلاقة ما بين المجتمع والفضاءات العامة علاقة إيجابية، وأن تتداعى فكرة أن درجة الحرارة في مدن الخليج تجعل الحياة الخارجية أو الأوتدور لايف غير ممكنة. إحنا اكتشفنا أن هذه يعني مقولة غير حقيقية، وأن هناك عدد جيد جدا جدا من الشهور على مدار السنة التي يمكن أن يتمتع فيها الإنسان بالفضاءات الخارجية بأنواعها وتشكيلتها المختلفة. هذه الفضاءات كما يظهر أمام حضراتكم بالصور أنها أصبحت كلها فضاءات مفعمة بالحياة، وهذه هي القضية المهمة الآن. القضية أصبحت الآن قضية أن نصنع مكان من أجل الإنسان. القضية ليس فقط أن نبني، القضية ليست فقط أن مزيد من الأبراج وقضية الناطحات السحاب ومن يبني أعلى من من، لكن القضية هي كيف تنتبه للإنسان وكيف تخلق علاقة إيجابية ما بين الإنسان والمكان ويحدث نوع من أنواع الانتماء. وأنا بتكلم هنا كلمة انتماء مهمة بالذات في مدن الخليج، لأن احنا بنتكلم على مدن يعيش فيها على أقل تقدير مجتمعات من أكثر من 100 جنسية. يعني قطر مثلا فيها حوالي 140 جنسية موجود فيها، دبي فيها 150 أو 155 جنسية موجودة. فكيف تتمكن من صياغة الفضاءات التي تستقطب كل هؤلاء ويشعروا بالانتماء ويشعروا بالألفة مع هذه الفضاءات، حتى إذا كان لهم مرجعية دينية معينة، أنت تحتفي بهذه المرجعية وتخلق لها الفضاءات المتداخلة مع باقي المشروع، ولكنها أيضا فضاءات مهمة بالذات في حالة صلاة الأعياد، لأن في سنة أن تقام هذه الصلوات في الهواء الطلق. ثم ننتقل إلى مستوى آخر أيضا مستمد من التراث القديم، وهي الفضاءات التي تسمى في اللغة الخليجية والقطرية البراحات، أو الفضاءات حميمة المقياس. فضاءات قد تكون مرتبطة ببعض المناطق العمل أو تكون مرتبطة ببعض المساجد التي تجعلك هناك نوع من أنواع الامتداد الحدائقي لهذه الأماكن، يمكن أن تجلس فيها، يمكن أن تتأمل، تقرأ، تستريح، تلعب مع عائلتك، وأيضا كل هذه أنساق غير مسبوقة في حالة المدن الخليجية.
أنا تحدثت لحضراتكم على فكرة الشارع وأن مفهوم الشارع في المدينة الخليجية لم يكن يفرق بين الشارع الموجه للإنسان والشارع الموجه للسيارة. أنا في بداية وصولي للخليج كتبت مقال عن هل شوارع الخليج هي طرق سريعة أم طرق للإنسان؟ وهذا التساؤل كنت بطرح، أو هذا المقال كنت بطرح فيه تساؤل مهم جدا، لأن أنا أول ما وصلت للخليج كنت كل ما بمشي في الشارع ألاقي عربيات تقف لي تقول لي منساعدك في حاجة، سيارتك عطلت فين، نساعدك إزاي، لأن الناس ما كانش في إدراكها أنه ممكن أن تمشي في الشارع. إذن فكرة أن نعود إلى معالجة معاصرة لفكرة السكة، فكرة الحارة الصغيرة، فكرة الدعوس، ومع ذلك أنت لا تقلد. المدهش هنا أن هذا الإنتاج إنتاج معماريين مختلفين، لكن كل هؤلاء المعماريين المختلفين اعتمدوا على القاموس اللغوي الذي طرح أمامهم. في بعض الأحيان المعالجات تكون فيها معالجة درامية ومعالجة فيها وصلات في أدوار مختلفة، لكنها تزيد الإثراء البصري لهذه الممرات وتجعل حتى مجرد العبور من منطقة إلى أخرى بها ثراء بصري وثراء تشكيلي كبير. كما أشرح لحضراتكم اللغة تستخدم بصورة إبداعية من مبدعين مختلفين، يضعوا تكوينات بتستخدم نفس المفردات لكنها تنتج نتاجات مختلفة، لكن المذهل أنها ما زالت متسقة. أنت تشعر، وأنا اختبرت هذا الكلام مع عشرات المعماريين على أرض الواقع في المشروع قادمين لزيارة الدوحة من مدن وعواصم مختلفة من العالم، وكنت أشرح لهم المشروع على أنه من إنتاج معماري واحد ويتفقوا معي، ثم أصدمهم أن هذا المشروع إنتاج أكثر من 100 معماري. فتأثير هذا كان عليهم كبير جدا، لكن عندما أفسر فكرة اللغة تستوعب الفكرة. أيضا الأفنية الداخلية، كيف يعاد صياغة الفناء الداخلي بمستوى الفناء الداخلي الذي يطل عليه الربع أو الفريج أو المجموعة الجيران، أو الفناء الداخلي الذي يتخلل نسيج المجموعة السكنية ويتحول ليس فقط إلى أنه الفناء الذي يشكل المسكن، لكنه أيضا يشكل الوحدة السكنية ككل، ويصبح هو ملمح لتجميع هذه الوحدات السكنية، وأيضا هو ملمح لتجميعها على المستوى العمراني، بحيث تتوافق هذه التكوينات السكنية ويصبح دائما المعالجة المعاصرة للفناء وبمستويات وبارتفاعات مختلفة. هنا تجيء فكرة اللغة المعاصرة، أو يجيء في أهمية الطرح البديل. إذا كان التراث كان الفناء به موجود فيه فقط في مستوى الدور الأرضي، لكن نحن نملك الآن من تقنيات البناء وتقنيات التشكيل ما تجعلنا نتلاعب بهذا الفناء لينتقل إلى مستويات أخرى. فكرة الليوان أو مجموعة العقود أو البواكي التي يتحرك تحتها الإنسان، وأيضا كيف يتحول هذا النسق إلى نسق مؤثر لحواف المباني. الناس لا تمشي في الخليج لأن مناطق المشي غير مظللة، مع أن المدن القديمة الأنساق القديمة كان بها الليوان الذي يؤهلهم لرحلة مشي مظللة، وبها نسيج بديع من الضوء ومن الظلال ومن التشكيل، وهذه هي الصياغات الجديدة التي بدأ المعماريين في المشروع يقدموها. المشروع تحول إلى مشروع متميز، تحول إلى مقصد، تحول إلى منطقة شديدة الأهمية بالنسبة للمجتمع. المشروع حقق في رأيي ما يمكن أن نسميه حالة من الانتماء، حتى الانتماء ده مرصود مثلا في استخدام اللغة العربية واستخدام أبيات شعرية على بعض حوائط المباني الرسمية. هنا حالة الأرشيف الوطني العام المطلة الآن على ساحة سوق واقف. قضية مهمة جدا أيضا في هذا المشروع ولها علاقة بالفكرة اللي طرحتها أمام حضراتكم، وهي إعادة القيمة للتراث. بعض المنازل القديمة التي كانت موجودة في نسيج المنطقة تم إعادة استخدامها بأفكار مختلفة، وتم إنتاج ما يسمى بالربع الثقافي،
وهذا الربع الثقافي به مجموعة من المتاحف، واحد من هذه المتاحف بيرصد نشأة شركة البترول الأولى في قطر والبئر الأول والسيارة الأولى وكيف تتم العملية التنقيب والتنسيق مع العمال. يعني سردية جميلة جدا لمن يزور هذا المكان ويعرف عن فكرة النفط وبداية النفط. لكن أيضا واحد من أهم المتاحف التي وجدت في هذا السياق هو متحف بن جلمود، وهو المتحف الأول في العالم العربي والشرق الأوسط الذي يتحدث عن فكرة العبودية وكيف أن العبودية استمرت في الشرق الأوسط وفي الخليج. أنا عشان كده كتبت عليه مقالة سميته المتحف الشجاع، لأن هذه الشجاعة في أن تتحدث على أن العبودية لم تستمر فقط بعد الإسلام، لكن استمرت حتى على مشارف نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وترصد هذا في هذا المتحف، ثم ترفضه وترفض كل أنواع العبودية بما فيها ما نسميه نحن الآن بالعبودية الحداثية أو المودرن سلافري، لأن ده كان واحد من أوجه النقد الكبيرة اللي وجهت لقطر في فترة، وعملوا عليها جهد مذهل لإعادة صياغة التعامل مع العمال والتعامل مع الفئات المهمشة. ثم كيف يتحول هذا الربع الثقافي أيضا إلى مكان لاحتضان أنشطة المبدعين واحتضان أفكار مختلفة واحتضان أجيال مختلفة؟ أيضا شرحت لحضراتكم أن الأولوية في المنطقة للمشاة، بعض السيارات بتدخل في أوقات محددة وفي شوارع محددة، لكن الصفة الغالبة في المنطقة هي الحركة على الأقدام وتشجيع الحركة على الأقدام. هناك ترام بيستمد طاقته، جزء من طاقته بالكهرباء وجزء من طاقته بالشمس، يتحرك في نطاق المنطقة ويصل إلى المقاصد الرئيسية، أعتقد 10 أو 11 محطة له يتوقف فيها لإنزال المستعملين في الفضاءات المختلفة. وأيضا هذا مرتبط مع فكرة محطة مترو الأنفاق اللي أشرت إليها. نقاط أخيرة أحب أيضا أستعرضها مع حضراتكم لها علاقة مثلا بفكرة تنسيق المكان، إضافة النباتات، وكيف ننتقل من مستوى أن هذه العملية هي عملية تزيينية تجميلية إلى أنها عملية تنتج فضاءات. الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والنباتات هي واحدة من أهم عناصر استكمال التجربة الفراغية وليست فقط عنصر جمالي، وبالتالي هناك مجموعة من الأنساق التي أيضا استخدمت، ومن أهمها استخدام النباتات المحلية، استخدام النباتات والأشجار المنتجة. يعني في بعض الأشجار هنا بتطلع محصول طماطم وفلفل واواوا. أيضا فكرة جودة التصميم، وأن التصميم هو قيمة مضافة، وأن التصميم هنا ليس فقط تصميم المباني ولكن تصميم كل عنصر في المشروع، وحدات الأثاث الخارجي، وحدات الإضاءة، وحدة تنظيم المرور، أحواض الزهور، حتى يعني أنا لأول وهلة حضراتكم تفتكروا أن ده عمل تشكيلي أو عمل جمالي أو حاجة، دي منصات انتظار الدراجات. يعني لو واحد راح بالدراجة بتاعته يتجول في المنطقة وبعدين عايز يركن الدراجة عشان ياخد قهوة في حتة، هذا هو النسق أو التصميم الجديد الابتكاري الجمالي الذي ينتج تجربة بصرية جديدة ووظيفته فقط هي أن تركن الدراجة. أنا بعتقد بختم اللقاء مع حضراتكم وأقول أن هذا المشروع الحقيقة في رأيي أنتج تجربة جديدة لفكرة إحياء القلوب القديمة في مدننا، وأنتج مستوى جديد من الانتماء أنا استشعرته في كثير من الانترفيوز اللي قمت بها في المنطقة، عودة جديدة إلى قلب المدينة. أنا في أحاديثي مع الناس قالوا لي كلام له علاقة بمستوى جديد من الفخر. الناس بتفتخر بمدينتها أو بهذا الجزء من المدينة، ليس لأن به ناطحة سحاب ولكن لأنه مشروع
بيحتفل بجوائز الحفاظ التراثي وبيحتفل بجوائز الاستدامة وبيقدم تجارب جديدة في معنى علاقة العمران بالإنسان، وأيضا مستوى جديد من الوعي. من كان يتخيل من 10 سنوات أن في عائلة قطرية ستترك اللاند كروزر وتترك البورش وتترك اللامبورجيني وتقفز في عربة مترو الأنفاق وتصل إلى هذا المشروع تتمتع بفضاءاته ثم تنتقل منه إلى سوق واقف للعشاء أو الغذاء أو التمتع أو خلافه. النقطة الأخيرة والمهمة في رأيي أن المشروع أنتج مستوى جديد من الجماليات، يعني المشروع أصبح مرجعية حتى لأصحاب العائلات عندما يبنوا بيوت جديدة.